تلاميذ آخر زمن، تفضلوا. شعره عدرس منه راضي ومش قادر يحكي من قهره. تلاميذ آخر زمن، تلاميذ آخر زمن، تلاميذ آخر زمن، تلاميذ آخر زمن. والذكي فيهم مبهول لكتابي ولقرايي، حتى يحفظ مش معقول بده جمعة تهجاي. والشايب فيهم جهلان عيونه على الميلين تميل، عمرته منه سئلان مفكر حاله كتير جقيل. بقلبه شو حنتوتة، إيه لو ما الأيام ضيقة شوية ما كنت قبلت معه بعشرة بالمية. يلا ماشي الحال. أبو شفيق شير شوي دي. بسم الله الرحمن الرحيم، صار في اثنين أبو شفيق؟ امتين لحقوا يستنسخوني؟ هيدا أنا وسام ابنك. وسام؟ وليه عامل بحالتك هيك؟ متنكر بمهمة رسمية. وهالقد صاير أنا مهم لصاروا يقلضوني بالشرطة؟ اسمع منيح اللي بدي أقوله ونفذ بالحرف الواحد. لك شو هيئتك معلق السطل؟ وإذا ظابط يعني ظابط على أبوك؟ إيه لا، هيئتك ما قاري عني بالكتب السميكة. بلا، كتبينا سوا شو نسيت؟ أنا ما نسيت. هلأ المهم، شو أوامرك؟ ما بدي إياك تعتب على القهوة اليوم. ليش يا قلبي؟ من غير ليه؟ شو صاير عم تستعير من العبد الوهاب؟ روع المدرسة خليكونيك لأبعت الخبر. وانت لوين رايح؟ أبو شفيق اتفقنا ما تتدخل بشغلي. حاضر يا حضرة الرائد، شو هالأيام اللي وصلنا لها؟ الباي بده يتلقى أوامر من ابنه. يا الله. ألو، احتراماتي سيدنا، كل شي تمام، الشباب مجهزهم بالقهوة. لا لا، ما في خطر عليهم، كل شي معمول حسابه. أوامرك تتنفذ بالحرف الواحد. تكرم سيدنا، باي باي. العمى من الورطة، كيف بدي برر إلغاء الهجوم وكل واحد منهم مفكر حاله رامبو؟ Oh.
ناتاشا! ناتاشا اوعى، بقولك اوعى، اوعى حد يكسرني، اوعى حد يضربني، مصر تزعل، والله مصر تزعل. انا كمل. ايوه اوعى والله العظيم انا سايبكم، ما كانتش مصر تزعل ما بقاش انا. ايه مصر هتزعل. اوعى بقول لك، اوعى بقول لك، انت بتدخلني فين؟ اوعى. ايوه ولا يهمك، انا عوض عوضين مغلب الكافرين وهتشوفه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ كده؟ انا فين؟ انا فين؟ هيت ألف. لا بل ابن الهبلة. اتسليت كتير معكم، بس هلا اجا وقت الجد. ايوه هي دي شقاوة الشبان الوين دول. ليه يا ابني تسيب نفسك تنحرف وتنزلق؟ اوعد انت اكيد مش حاسس بخطورة الموقف اللي احنا فيه. خطورة ايه ده؟ حتة وده بلا طلع ولا نزل، ايه الخطورة يعني؟ بيهزر معانا كمال، كرمال الايام اللي قضيتها معنا. خليني اشرح لك شوي، انت مش فاهمين شيء. ما كل شيء واضح، مش بحاجه للشرح. انت بالاول خنتينا. يفهم ايه؟ وده بتاع فهم، شوفي وشه عامل ازاي، ده عبيط. بيعجبني الرجال اللي بيواجه الموت بسخريه. كلنا حنموت يا حبيبي، ويمكن انت تسبقنا كمان. هود بليز، ما بقى تستفزوا اكتر من هيك. معليش، تركيه على راحته. أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس، أنت عملت كده ليه؟ عشان فلوس؟ القصة مش قصة فلوس يا عوض. أمال إيه؟ بتتعايق؟ عملت كده ليه؟ عشان سلطة؟ بعتقد أخدوا من وقتك كفاية زعيم. مش هتفلت بعملتك السودة دي. ما أنا قلت واللي كان كان. ده متهيالك يا واد يا اهبل عبيط. عوض انت مش خايف منه؟ انا ما خافش غير من ربنا. حلوين هالحركات اللي عم تعملهم مع حبيبة القلب. على ليلي بلكي بترجع شوي من كرامتك. بس يا خسارة، يا خسارة، كل شيء لح ينتهي الليلي. اوعى سيبني، سيبني انا حمشي لوحدي. مع السلامة يا عمدة، والقلب داعي لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية، كيفك؟ لا هون. شو أخبارك؟ منيح؟ الحمد لله. شو بدك هون مبين؟ إيه ما بقدر أترك الأوتينج، بعدين ناتاشا بتزعل مني. تزعل منك؟ نعم. ليه وين ناتاشا لا تزعل منك؟ لو كنت بعرف وينها ما كنت شفتني هون وزعلان لهالدرجة. طيب ما في حدا بيقعد مطرحك شوية؟ في، بس بده شي ساعة ليجي. ساعة؟ اترك الاوتيل ساعة، شو بيأثير؟ ما بقدر، شو اترك؟ بدي فوت على الحمام، صار لي ربع ساعة ما عم بحسن اترك الاوتيل. اوف، هيتك حالتك عويصة على الاخر. واكتر من هيك، هلا تصور هذا الريسبشن مسؤولية كبيرة. إيه؟ افرض يا اخي اجى له شي زبون وبده غرفة وما لقاني، شو بيساوي؟ اكتب له برا انك راجع بعد شوي، بعدين شو اوتيلك 5 ستار؟ ما كل 3 سنين ليجي له زبون. شو ايش بك؟ لك شو في؟ ما تحسن اصبر. لا لا هاي ماني عارفه شو بدي ساوي مع حالي. لا على الاخر يعني؟ دمي هيا. طب خلص روح روح، انا بقعد محلك شوي. روح تقعد هون انت محلي. لك يلا ايه روح. طيب والريسبشن من هون تقوم لك الريسبشن زبون شايفه شايفه الريسبشن من هون شايفه. يلا اتكل على الله روح. 5 دقايق بس ما بطول. ايه الله معك، شد حالك قولي على حالتك. شو ابو فوزي؟ باين عم تسكر بكير؟ ايه ما في اجتماع طارق بالقهوة، بقى بدنا نروح نتدبر الامر. امر شو؟ مشان قصة عوض وناتاشا ما مخطوطين. شو؟ قدنهم ما معك خبر بالمرة. لكو انا شو دخلني؟
فخار يطبش بعده ما دام حيدي عن ظهري وظهر جوزي بسيطه. لا يا ست نجيبي هلا زعلت منك، ولو ما بيقولوا الجار قبل الدار، نحن عائله وحده، اذا ضبط جارك شيء يعني كانه صابت لالي. معك حق، معك حق يا ابو فوزي، انا رايحه على البيت جيب نجيب والحقكم على القهوه على الاجتماع. هيك من الاول. الله يعين نجيب عليك. ممنون شواربك يا ابو شفيق. الله يريحك مثل ما ريحتني. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. لا اجى لا زبون ولا حدا. صدفة انه حضرتك موجود. حبيبي شو قصدك؟ وجه نحاس؟ بالعكس وشك كله خير، خزيت العين. لك يا عمي وين هذا ابو شفيق الحديث ولا ما اجى؟ قال رايح مشواره وراجع، بعد ما اجى شو بعرفني؟ بدك ادعيله يطول بمشواره، لك شو انقطعت الرجال تنزعم ابو شفيق علينا؟ دخلكم؟ ليش نجيب من شو بيشكي؟ ليه ما بتعملوه هو زعيم بدل هالختيار الكحيان تبعكم؟ بدنا زعيم يكون قراره من مخه ست نجيبه. لك شو قصدك انت يا بياع الفول؟ المعنى بقلب الشعر معلم نجيب. انت خليك على جنب احسن ما يلحقك طرطوشه. ليكي ست نجيبه، هيدا اجتماع لرجال، انت شو عنطزك بيناتنا هون؟ ما نجيبي اخت الرجال. ما بدك يكون في رجال بالاول؟ احكي عن رجال موجود عندك بالبيت. انا رح فرجيك كيف بيكونوا رجال. ولو شبكن رح ترمز شابتي بالهليلة. ابو فوزي انت على راسي، بس خليك الواحد يعرف حدوده. ليك ابو نبيل، مش كل مرة ابو فوزي رح يحامي عنك. انا على القليلة عم يدافعوا عني رجال. شو قصدك يا ابو نبيل؟ لا خلصوا لي بقى، كل واحد يعطي برضه احسن ما بلش فيكم كلكم سوا. عد تأمر ابو فوزي بس كرمالك. وانت معلم نجيب؟ كرامتك. وانت من بعد عمرك يا ست نجيبة فرجينا عرضك تدفك. شو بدك تقصر لها فستان؟ انت ما شاطر غير بالمرأة. عد الهيئة مستغني عن سنانك. خلص نجيبة عادي. هلا بينك شو القعدة بيناتنا ست نجيبة؟ اذا الي اكرامية عندك انا روح انطرينا بالبيت. كرامتك على الراس والعين يا ابو فوزي، بس نجيب ما بتركه لحاله. شو بتخافي ياكلوا العو؟ لا وانت السادق بخاف تاكلوا الغولي ناتاشا. ما اذا ناتاشا غولي انت شو؟ نجيب سمعتك انا. يا ست نجيب انا كفيله لنجيب. ايه وكل كفيل حطاط، يعني بصير انت بدك تاكل قتلي عنه اذا لعب بدنبه. واحد مثلك عنده دنب. طيب انا رايحه ورح انطركن عند الست عالية بالمدرسة مع هي وجماعتها. بس يا نجيب يا ويلك يا ويلك يا نجيب إذا لعبت بدايلك يا ويلك. أبو نبيل قمت قال لك نزلنا طعم بريد وحسيب يعني. تأمر بأمرك. يه 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 بيان الشباب هون. وين مدى كينا نكون يعني؟ بالمدرسة. مش عم تروحوا تتعلموا بالمدرسة يا نسيتكم؟ ايه وأهضمك اليوم ما في مدرسة. ليه في شعيد وأنا مش عارفين فيه؟ الظاهر أنه من خارك خانك يا فهيمة فندي. يه 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 الهيئة في خبرية أنا مش عارفين فيها. العمدة وناتاشا انخطفوا مبارح بالليل. لا ولحنا مألفين فرقة مطاردة لحتى نخلص المخطوطين. أها وهالفرقة بقيادة مين؟ أبو شفيق. مين هيدا ابو شفيق كمان؟ انا ابو شفيق. شو ما قارين عني بالكتب السميكة؟ يا لطيف يا لطيف. فكروا يا جماعة وين شفتوا من اخر شيء؟ مين شفتوا اخر شيء منهم؟ شو كانوا عم يعملوا؟ سلام عليكم. انتو هون وانا عم فتش عليكم. يا اهلا ابو شفيق، نورت المدرسه والله. طب شو اسمه عم طلعوا فيه؟ شو قال باتشينو انا؟ استخوا جدنا فعلا. شو جنيتوا؟ والله لازمكم بالحبس وسكركم المدرسه. يلا بدي شوف شفيق ولا ابو شفيق ولا ابو شفيق. استخوروا جدنا فعلا. بس
شو لسه شباب؟ مبين بعده أبو شفيق. ايه بعدني أبو شفيق، شو بدك سير أم شفيق يعني؟ قالي أبو شفيق ما قارين همي بالكتب. السميكة! شو يا مسعود، شو القصة؟ ما بعرف، هيدي أول مرة بتخل معي. شو أجاتا كريستي؟ عامل لي عرسين لوبين على الفاضي؟ هيك طلعتني مسود وش مع الزلمة؟ طلع أبو شفيق أبو شفيق وانت منك فاهمين شي؟ طب خلينا نجرب مرة تانية، بيكون مركب ماسك من هاو جنس منيح ماركة مصباح. مين قصوا للوبين؟ خلص! تركوه بقى! إذا واحد بيقدم عليه بكسر إيده. دخيلك دخيلك يا أبو شفيق، ما تأخذنا بعده عنه. نعم ما ويخزيك؟ يا والله لسنتم كلهم بالحبوسة. هيدا تعدي واضح على تلميذ قصير بأوقات الصف الرسمية. حبس؟ عجبكن هيك؟ خربتوني بيتي. وين عم؟ ما بدي وصيك؟ أنا واصل مشوار على المدرسة. والله يرضى عليك، بدي إياك تدير بالك على الأوتيل، ما بدي أرجع شوفك. طيب أوكي. أيوة يلا خاطرك. وينكم يا جماعة لهلا؟ يا سيدي بارك السنوب، اليوم ما شاء الله وقع العقد مع صاحب الصالة ومن بكرة حيبدأ الطرب. ألف مبروك. يا نو عرفتوا شي عن ناتاشا وعواد؟ شفتن؟ لك ما بينوا، وعايمة قاعدة الدنيا عليهم، والشرطة ما خلت أرني ما فتشت فيها عليهم وما لقوهم. معقول هذا الكلام؟ لكن يا شباب بعد في حدا ناقص؟ عندي شي مهم بدي لكم إياه. ايه في حدا ناقص، ناقصك شي 40 سنة لورا حتى تقدر تقود هيك حملة. أنا من رأي فهيم، لازم اللي يتولى العملية هاي يكون شاب أو طلعته. ايه بس العملية بدها واحد قبضاي مثلي. أنا شو بني؟ ما في زعيم إلا أبو شفيق. لك شو هالحكي هيك؟ أنا عزيز 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 بس أنا الزعيم. تسلم هالإيدين، واللي عنده مانع يرفع ايده لأكسرها. هيك من الأول ما بيسوى نتفق على زعيم واحد، ولا نسيتوا القصة الأساسية اللي احنا ورايا؟ كل واحد عم يبرع مصلحته الخاصة. لو ما هيك كنا استعمرنا المريخ من زمان. ليش في حدا على المريخ؟ اسمعوني منيح وبلا جعدني هلا. العملية التغيت، ما بدي حدا يتحرك من مطرحه. شو؟ وكيف يعني التغيت؟ انه مين اصدر هالاوامر تقبرني؟ شو واحد متخلف عقليا؟ لحظة يا شباب، خلينا نفهم الموضوع. خلصنا بقى، انتهى الموضوع، ما في هجوم. انا اقول هيك، انا ابو شفيق، شو ما قارين عني بالكتب السميكة؟ ليلى لازم ننهي كل شيء. كل شيء حاضر حسب اوامرك زعيم. دخلات تذاكر السفر حاضره؟ قطعت 4 تذاكر. 4؟ في منهم 2 اكسترا، روحه بلا رجعه. انت بالذات مش حسيبك، والله ما حسيبك، والله ما حسيبك. كمال ايه ده؟ ازاي مصاريفك؟ ازاي مصاريف حضرتك؟ ليش انت عم بتطلع مصاريفك؟ يا خساره يا ناتاشا، كان لك مستقبل كتير كبير معي. مستقبل؟ بتكلم عن المستقبل؟ ده انت اساس الماضي. ايه رايك؟ هو مستقبلها في حتتين، يا اما عندنا في مصر في ابو زعبل، يا اما عندكم هنا في بيروت في سجن الرومي. وانت يا عمده لو بقيت بالصعيد مش كان احسن لك؟ بليز كمال، عمده ما دخلوا بشي. اسكت انت، اسكتي. يا نعيش سوا يا نموت سوا، اللي انت عايزه اعمله. برافو برافو يا عمده، وانا ناوي خليكم سوا. ومين المزه اللي معاك اللي عامله زي زورو ده؟ مين حضرتك؟ اسمك ايه يا حلوه يا طعمه؟ انوشكا. انوشكا بتغني فين الليله دي؟ هتعملي ايه؟ العمده بيحب الواجه الموت وهو عم بينكت. بليز انوشكا توسطي لنا عند الزعيم. اسفي ناتاشا،
حذرتك كثير من اللعب بالنار. بسرعة ولا تفضلوا معنا. على فين يا اخويا؟ بدنا نروح نحفر لنطلع الكنز. الكنز. تفضل يلا امشي. بعدها نتحرك. واخيرا وقعت يا كمال. ولا قلك فادي ولا مروان شو بتحب قلك؟ الشرطة. وهذه نهاية النسناس. تفضل. نعم ست عالية، قالت لي أمالي أنك عايزتيني. كي نعم عليك شو مهزر، تفضل استريح. نعم ينعم عليك، ينعم عليك شو مهزر. إلي بيرو، شو عملت انت وعود؟ بشو؟ ليك بيرو، واصلي معي لهون. ها ما تعمل حالك ما معك خبر. لك يا عمي عن شو عمشي 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 عم بعرف عن شو عم تحكي؟ شو بعرفني؟ عن الشك اللي نصبت علي فيه. لك يا ست عالية، شو رأيك تساعديني ويطلع لنا النص بالنص؟ بيرو؟ معي أنا عم تحكي هيك؟ كيف بدي ساعدك بيرو؟ بصرف تشيك لأنه المبلغ حرزين. لا ما عم بفهم عليك شيء ابدا بيرو. بيرو وضح لك. يا ويلي يا ويلي شو دهني غليظ، شو بعرفني كيف حطوكي مديرة مدرسه انت. معك حق، انا دهني كثير غليظ. انت مفكر كل الاذكياء بيوصلوا لمواصيلك؟ انت ذكي غير شكل. انا ذكائي خيري. خيري كثير. يا اهلا بيرو. وهلا اللي حبيبي بشو بقدر ساعدك؟ مثل ما بتعرفي انه تشيك باسم وحدة ست وانا رجال، بدي اياك تنتحلي اسم هالست وتقبضي تشيك. يعني بدك ياني انتحل شخصية مدام سالم واقبض الشيك؟ ايه قدرت لك. ايه وشو بيضمن لك ما اخذ المبلغ كله انا وطلعك من المولد بلا حمص عراية المصاروة؟ ما بتقدري لأنه أنا بنأملك عيشتك وأنت صحتك عقدة. تعرف إنك واحد بلا أخلاق، بدعانك أنت تكون أستاذ. ليك إذا ما رجعت الشيك رح خليه يقصف أمرك لأني أنا خبرته. ما يهمنيش يا عيني، بحطك بالحبس يا روحي. لك الله يحمي لك هالأنيمل يا رب. لشو دخيلك؟ ولو لك يا مرعين، شو الحكية تلوقها؟ عهوى هالأيام يا معلم أبو نبيل. لك مرعين؟ شو عقلتك رجعين لأنتك اليوم؟ يعني أنا من وقت لوقت هيك بيرجعوا بس بعدين برجع مثل ما كنت. على وين بيرجعوا قبل 20 سنة؟ تتذكر كنت تمسك التراب يقلب بإيدك ذهب؟ ايه هيدا كان فعل ماضي ناقص، هيك علمنا الأستاذ. ما شاء الله عنك، والله عم تتعلم بالمدرسة. ايه وانت رح تستفيد إن شاء الله. يعني بحسب تسند خابية؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساكن يا أعز أحبابنا. يسعد مساء. نزل عليكم تهذيب فاطمه؟ مو احسن ما نضل خايفين ليقوم يطلع واحد مثل حكايتك رئيس عصابه ويروحنا بخبر كنا؟ اوف كل هالقد؟ على القليله صرتوا تخافوا. ده الواحد ما بقاش يقدر يطلع برا. والله اخاف، والله انا وقعت، انا مش واخد بالي وانا واقف وسط عصابه والله العظيم. قليل يطلع ولد مثل كمال
زعيم عصابة. عجبكم انه يطلع ولد بالاول قال له تعا تعا روح روح بعدين يطلع ولد خطر بهالدرجة؟ هيدا درس لكم تتعلموا ما تحكموا على المظاهر. بيبقوا واحد اهبل واخوت، شو بدنا نفتكروا هانيبال؟ مين قال لك انه اهبل؟ انا الاهبل وهو عم يقلدني. ده طلع واد خطير، اكلنا البلوزه. اي والله معك حق، كلنا اكلنا البلوزه. دخلك شو يعني بلوزه؟ بلوزه يعني شو اسكت يا اخي؟ بلوزه يعني بلوزه يعني. انت ليه انت جاي من استراليا على فكره؟ انت ناسي كل الكلام العربي هناك والله، انت عندك 15 حرف عربي نسيته في السرعه. ايه مالك؟ ايه بلوزه؟ لا 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 بلوزه ايه؟ بقول لك ايه؟ البلوزه يعني ده انا مش عارف البلوزه. سوري باي باي. هو حد يجيب سيره البلوزه؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ ايوه. ابو شفيق. ايه حبيب قلبي. ابو شفيق عندي هون حبيبي، عندي انا. اهلين. لك شايفه شو احمد؟ ايه اهلين. نسينا نرحب فيك بيناتنا. شو كيف لقيت الصف؟ دلني عليه ولد من الضيعه شفته دغري. شو بي؟ شو هو؟ شو هو الصف؟ عيني من النمرة. قصدي ابو شفيق كيف لقيت الصف؟ لك ما عم بقول لك، دلني عليه الولد كان واقف قدام الدكانة بالضيعة هونيك لابس شورت وبروتيل، كان عم ياكل فستو، اتشرد طرقته على ظهره واخذني هون على الصف، دلني عليه. شو؟ انت حتى حلو قوي، ده العبط حيبقى للركب. ابو شفيق بتعرف الكل مش هيك؟ ايه كلهم تعرفت عليهم بلا صغرة بحضرتك، يعني كلهم هيك اوادم ولاد عالم. You know. بس انا ما فهمت، يعني في ولاد مش ولاد عالم؟ ايوه في ولاد كلب وفي ولاد حمير. قال ايوه وزع شرح البلوزه. يلا هيك خربانه يا جماعه. ما عرفنا كمال طلع رئيس عصابي وانكمش ماشي. مين اللي قتل خواجه نعيم؟ معقول تكون نتاشا عملتها؟ نتاشو؟ مين نتاشو؟ لك ما بيكفي انه احول، شلون كمان بتغلط بالاسم؟ نتاشا مو نتاشو. مين اللي نتاشو؟ ماشي ابو شفيق حرك الاسم غلط. يا ناو فهمت عيني. والله يا نجيب ما بعرف، اذا كمال طلع زعيم شو المانع انه نتاشا تكون هي القاتله؟ طب هلا انتو تاكدتوا؟ بركي عم تظلموها للمخلوقه. وانا كمان حبيتها وكنت غار من عوض ومن ماجد عليها، وكنت اتمنى انه تكون زوجتي، بس الحمد لله لا هني استفادوا منها وانا لسه في عندي امل. بونسوار. بونسوار. سوري اني تاخرت على الصف. لا معلش ولا يهمك. كيفك مدلين؟ انا منيحه، انت كيفك؟ انا شو عاملين لي قصه لاف ستوري انت سمير صبري وكيم بازنجر؟ خلصونا في درس ولا من فيلم؟ مدلين انسه مدلين عملي معروف رجع لي محلك وبليز بليز ما بتاخر. مين بقعدني هدو؟ أنا أنا ايه هون ورا اريال. ايه يمين شايفه. شو احويل اهلي؟ تعال قلبي، تعال قلبي قلبي. شو مزبوط؟ عادي عادي حبيبي بتقلبي مثل ابوك يعني. عادي لك عادي. شو حياكلي؟ انا اهلي عيون شو حلوين. دخليك هول عيونك اصليات ولا لانسيز؟ لا ابو شفيق
كل شيء أصلي. والله؟ إيه؟ منك تايوانية يعني؟ حبيبة قلبي لأحليك لأنت أنت مثل القطر بتقطري قطر جمال وحلاوة. تسلم أبو شفيق. ولك حبيبة قلبي كلك ذوق أبو شفيق. ولك ولهلكت هلكت أنا وبري بهالضيعة إلي من بارح ما كنت طلاقي ولا وحدة بتنطاس. بالأخير لقينا وحدة حلوة مثلك. مرسي. انت مرة واللي عندي بالبيت مرة. شو ابو شفيق؟ ابو شفيق عزيزي رح تكلها للأنسة مدلين بعيونك. لشو عيونك؟ ما كلها عين واحدة والتانية طالعة طلوع. بعدين انت عينك عشو ضيقة هالقد؟ ما قلنا لك مثل بنتنا طايلة قلبي تعال. ما ليه ضعفي طلال؟ تعال نزل يا اخوي. خلص يا جماعه خلينا نكفي درس. كل الاسبوع الماضي خلصنا كل الدروس. خلينا نفوت بالعمق بالثقافه العامه. مين كان بيتهوفن؟ يا استاذ بيتهوفن ده كان فين في اي شارع بالضبط؟ بيت مين؟ بيتهوفن. لك يا عمي هذا مو اسم بيت، هذا اسم ضيعه. عنا بالشام في بيت نوال في بيت سوا، وهم بلبنان في بيت الدين. لك يا عمي مش ضايعة مش ضايعة، هيدا كان بيت الدرك ايام الفرنسوية. يا عيني ما التلاميذ ما بيعرفوا مين بيتهوفن. والله ما تكون مفكرهم خريجين السوربون بيعرفوا شو يعني كونسير. هلا مالتولي ما حدا بيعرف فين. ما حدا بيعرف بيتهوفن. بيتهوفن أكيد مش من ضيعة أستاذ، يمكن من ضيعة تانية. أنا قلت 30 سنة بهالضيعة على طول وما بعرف لا بيت هالاسم. بلكي سنوبي بيعرف كان عايش برا بيتهوفن. أوه نو أستاذ، أنا صحيح كنت بأستراليا بس ما كنت أتعاطى مع حدا وحدي. ما هو اسم البيت مركب، البيت هو فن. يعني هلا فهمت. ميبي ميبي. البكيت والكمانجات والموزيكا عرفتها. أنا ما عرفته. هو له علاقة بالموسيقى بس مش هيك بالضبط. أبو شفيق بتعرف مين بيتهوفن أبو شفيق؟ ولا شايفه بحياتي، بس من بعد إذنك فيني صورتي ديور؟ سبحان الله ده بيكلم نيجيري. هو مش بس نيجيري، هو بيحكي كل اللغات. إيه أبو شفيق فيك تظهر. السلام عليكم. من هون أبو شفيق. أبو شفيق الباب من هون. شو وقفك بخلط؟ وفيكن كلكم كمان ترتاحوا ربع ساعة. يا اهلا يا اهلا بالشباب. شو يا حايين؟ شاي ولا شاي؟ شاي. شو سيد كيف؟ اسال لي شو جابك على الصالون لهون؟ ليه ما نزلت على الكافيتيريا؟ هلا ابو نبيل لتحت بيطلونا دخانه بيعمونا هون اروى. جيب لنا فحمي. هلا بدك صرفني من تحت لهون تنكي بنزين لجيب لك فحمي. شو بتحب تشرب؟ شاي ولا شاي؟ ماي. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين كيفكم؟ اهلا ابو شفيق. ابو شفيق ابو شفيق الكنبيه وراك ابو شفيق. يا عبول اهلين شايفها شو احوال؟ اهلا ابو شفيق. اهلين ابو شفيق. شو بتحب تشرب؟ شاي ولا شاي؟ قصعين. قصعين؟ ايه منين بتجيب لك قصعين؟ ايه دور بتلاقي. يلا الله معك. قصعين شو الزبونات هي؟ اهلا 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 كيفك بيرو؟ حبيب قلبي كيف الوليد؟ ماشي الحق عم بيلعب معه الضغط؟ مين ربي هو او الضغط؟ حبيب قلبي ليك بس اقعد هونيك بجاوب عليك. بيرو؟ بقى بقول هيدا بيشبه طلعتنا انت كيف؟ اهلا ابو شفيق. يعني شي بيسلي كثير بتضايع عنكم. ايه من كل وادي عصا. شو بتقصد؟ ما شي قصدي يعني انه ما عمل حكي عرفت كيف؟ ليك خبرني بيرو. شو في اخبار جديده؟ اجتنا خبريه؟ ايه؟ خطبه العمده حوض على ناتاشا. لو ما بتجي اللحمه الا للمقلوط راس. اوف بيه. لك
شو هيئتك طارق عينك عليها؟ لك انت لو عندك عينك صاح ما بتطرق ابو شفيق. شو قصدك اني احوي؟ ابو شفيق ايه؟ ناتاشا بتنتش القلب، بصير ينتش تنتيش بس يشوفها. يا بني شو ما بتقشع انت، مش شايفة ولو؟ بلا شايفة. شو احويل؟ شو عنده مبين شيشة؟ معلش أنا آسف، أصل أما يكون أبو شفيق في الصف أنا بحب الشيشة عشان أعدل بيها مزاجي. يا عمده أعطيني نفس. يا عمك ليه أنت عندك نفس؟ مال دولي مين بيتهوفن شو كان شغلته؟ تفضل يا جماعة. أيام زمان قال كان البيت يشتغل واليوم عم ندور على شغل. هيدا مش بيت، هيدا اسم رجال. استاذ كنت قول هيك من الاول، نحن فهمنا السؤال غلط. اه وهلا صار فيكم تجاوبوا؟ هيدا كان بيصلح ساعات ببرج حمود. نو نو، هيدا كان يعمل بيتزا ديليشس. انا اعتقد يا استاذ مسعود انه هذا بيتهوفن كان عاطل عن العمل، وانت عامل السؤال هذا فخ لنا. تحليل منطقي. سلام هالزكا. انا اللي رح صير عاطل عن العمل لانه بلش صبري ينفض. لا لا اوعى تخليه ينفض، اكمشه. مشو؟ لمين؟ لصبري. ده صدى مش صوت. تفضلي. شو رايك؟ عم نتسلى. شو؟ ما عرفته؟ شو؟ ما عرفته؟ عم اهلك علي شوي استاذ. بيتهوفن 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 بيتهوفن. تذكر يا نجيب بيتهوفن كماشتا استاذ، هودي كانوا هون بالضيعة بس من زمان هاجروا على البرازيل وكانوا أششوا كراسي. لا يا معلم نجيب، لا أنا عرفتها استاذ، بيتهوفن كان يغني أبو الزلف الأجنبي. ولا غيش بكون هيدكم كلكم بالمرة، بيتهوفن موسيقي ألماني. برافو أبو شفيق، زقفولو. أبو شفيق بس اللي كيف عرفته؟ شو كيف عرفته؟ مطوشينا بالإذاعات كل يوم بالسيمفونية الخامسة. تا تا تا. أيوة 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 تذكرت أنا دحين، هذا موسيقار كبير وأنا كنت أغنيله. ها استانس، وهذا الملحن بيلحن أغاني حديثة ولا قديمة؟ ياسينو هيدا مات من زمان، من زمان كتير. ميت من ميات السنين وعم تسألنا عنه؟ شو بيعرفنا فيه؟ انا جدي ما شفتها. بقى هلا معقول كلكم مسامين بالسيمفونية الخامسة؟ تا 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 تا. بلا سلام. كيف ما بتعرفوا انه تا 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 لبيتهوفن؟ او نو، هلا كل حف تريزي من شين تا 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 تا. انا اقدر اسوي زيها عشرة. اسمع تي 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 تو تو تي تا. اسكت بقى اسكت، هيك ارجع يا را 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 طم طا تي تا تو را 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 را. بس بس هيك الاندى، انتو مجانين الدوبل والله يا عود. طب خدوا دي تي تي را 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 را. يا استاذ أنا بعد ما تجاوزت المرحلة الابتدائية فخوفين بدل ما يفوتوني معهم بالعمى يفوتوني بالحيط. يا حبيبي كل ما يجي زبون جديد بدنا نعدله المنهج من أول وجديد، هيدا اللي كان ناقص. بيرو نحن شغلتنا نعلم الناس، وعلم رسالة ولا نسيت؟ لا ما نسيت رسالة الغرام تبعك وتبعه. بيير استاذ بيير، يا بتسكت يا بتطلع من الصف. نعم نعم نعم، ما يكون صف أبوكي هون. احترم حالك واحكي معه بأدب. وإذا ما حكيت بأدب شو بيصير؟ شو بيصير؟ بتضغطش لك لسانك من لغاليغو. شو بتعمل؟
شو بعمل؟ بدي اطلع لك انسان من اللي بدي اطلع يا عم سيبهم يقتلوا بعض عشان ارتاح انا. طولوا بالكم طولوا بالكم ويلو لداوكو. بس بس الله لا يعطيكم عافية، الله لا يعطيكم عافية. هو الست عالية كان ولا كلمة ولا كلمة. انت والاستاذ مادلين وحضرة الاستاذ بيير على مكتبه، وانتو على بيوتكن يا تطر. هلا بحب رحب بضيفنا الفنان الكبير استاذ ماجد عشماوي وزحفي. ييها لا 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 ماجد، لا ده ظلم ظلم. ماجد ما يغنيش فرح ابدا، دي تبقى مصيبه. لا 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 ماجد يغني فرحي، لا ده ظلم. معلش مستر عندي كرمالي انا بظبطها هالمره لان العالم يعني من شان العالم، خليه يغني هالمره. اوكي شو ست عليا ما فتحت نفسك على الزواج؟ بلا بلا بدك نقي لك شي واحد اسمع تقي فيها اماليا وملايكي نظرة شي واحد يفتح النفس عسير حنينك يا شوق عيني يا طيب القلب شكراً. ايه شو يا ابو نبيل ادينا افراح مبين لك هو في احلى من الافراح. مبسوطة يا حياتي؟ اكيد اول اكتر ما بتتصور. معلش دي حفلة حقيرة كده يعني تصبيرها، انما ان شاء الله الحفلة كبيرة هتكون يوم الفرح الكبير يوم هنايا معاك ان شاء الله. اود انا ما بيهمني، انا مهم كون معك. ربيت اهلك كلامك بيخليني اندم على كل لحظة عشتها من غيرك. انسى غرامك راح سيب العتب تجرى تشهد كفوف الراح كم بعتلي نجرى. طب انسى انسى غرامك راح سيب العتب تجرى تشهد كفوف الراح كم بعتلي نجرى. شو يا مرعي؟ من أجيب العود معك؟ لك أبصر والنسيب رمت الدنيا عليه مليته. ينا وخيري بلا ما نسمع كرتو عمطنا. لا لا يا سنوبي مالك حق، والله المعلم مرعي صوته زي الفل ويجنن. لو قلت لي نادم لو صرت لي خاتم لو قلت لي نادم لو صرت لي خاتم لو يرفع العشرة يا خين العشرة انسى. لك الحية كيف عم تتلوى على الرجال ليك؟ يعني مش رح تخلص من لسانك لما بيخلص؟ الله يستر ما هالرجال يلحق الأولاني. أولاني؟ ما سبق بالتحقيق إنه الخواجة نعيم مات سكة قلبية مش مثل فكرك أنت. عقبالك يا قمر. لازم الفرح الجاي يكون لإلنا. يا عمي
الله يتمم على خير. عقبالك يا سينو. منين يا حسن؟ لا مال ولا رسمان. بس في جمال. صحيح ابو فوزي طلع. انا مو جميل. انا بقصد الجمال الجواني. الله يصلحون هالبنات، ما عم يطلعوا على الجمال الجواني وجمال اخلاقي، عم يطلعوا على الجمال البراني. نرجع سوا مره ما تريد اليوم، نرجع سوا مره سيب العالم واللوم بعد اشرى. عاد هنادي الجوازه دي مش ممكن تتم. العين على هيك تلاميذ زقى شطشط على الميلين وصل صيتهم مع باريس. تلاميذ اخر زمن، تلاميذ اخر زمن، تلاميذ اخر زمن، تلاميذ اخر زمن. مسكر ومخهم فاضي، استاذ نتف شعره عدرسه منه راضي ومش قادر يحكي من قهره. تلاميذ اخر زمن، مبهول لكتابي ولقراي حتى يحفظ مش معقول بده جمعة تهجاي. تلاميذ آخر زمن،